سلايدز على قد ما اقدر لان عارف ان كله اكزوستد واللي هيعيش معانا ان شاء الله لاخر المحاضره فتقدروا تسالونا اي سؤال باذن الله. هو احنا مش هنتكلم طبعا على كل الجوانب في الفاستنج اند كيدني لكن هنتكلم على الموست كومون كلينيكال سيتويشنز اللي ممكن نسال فيها اسئله وانا متاكد ان كل زمايلنا سالوا نفس الاسئله دي. At least some benefits or neutral benefits for
for fasting on blood pressure control. إذا هم حاولوا شوفوا الترند اللي الهايبرتنسيف والنونتنسيف بيشنت، هل ذا سيم ترند بتوين هايبرتنسيف والنونتنسيف بيشنت وبتاع، عشان كده بيقيسوا المالتيبل بوينتس عشان النونتنسيف عاوزين يتشيك لو هو كان في اي وقت من الاوقات قبل رمضان او خلال رمضان او بعديه، كان بيقيسوا اربع اسابيع قبل رمضان، في بدايه اول اسبوع في رمضان واخر رمضان وبعد رمضان باسبوعين، وكان الترند ذا سيم، ما كانش في اي اختلاف بين النونتنسيف والهايبرتنسيف بيشنت في الترند اوف بلاد بريشر، كان بيعلى او بيقل في اوقات مختلفه. وبعدين ده ريفيو ده سيستماتيك ريفيو هايلايتد اكثر من 35 ستادي سمول نمبرز على الفاستنج رمضان على البلد بريشر والمرتبط بيشنتس، وما كانش فيه اي ديفرنس بتوين، ومعظم الستادز كانت بتهايلايت سم بنفيتس فور فاستنج. فناخد الكونكلوجن من ده في هايبر تنشن من رمضان. بس الريفيو دوت كان بيدسكس different mechanisms of يعني كان بيركز ليه ال في neutral او different outcomes ال different studies، فكان بيعرف دوت ان في complex mechanisms affecting patients hypertensive patients in Ramadan. اول حاجه energy restriction، energy restriction ده by itself ممكن تعمل increase the vigor tone and decrease the hemostatic input which serve in decreasing the blood pressure، على عكس الستيب سليب باترن ده المتوقع في معظم الناس الفاستنج بيكونوا صحاب وما بيناموش كويس، والانجليزي سنسيتي والبار ريسبتورز ده هتزود البلد بريشر، وحاجتين تانيين ممكن يعملوا البلد بريشر دول رمضان اللي هو نص البلازما فوليوم ونص البادي ويت. فالموضوع فيري كومبليكس وفي مالتي فاكتوريال اند شود بي كنترولد تو ديكلير ويتش وان از ذا سترونجست فاكتور ان كنترولينج بلد بريشر دول رمضان. ان كونكلوجن بالنسبه للهايبرتنسيف بيشنت generally it is safe for controlled patient who continue with the same treatment. But الناس اللي عندهم لا ما صوموش في رمضان وممكن بعضهم ما يسمعوش الكلام، بس at least احنا لازم نحذرهم، ولو هيصوموا يبقى مور كلوزلي فولد اب. الناس اللي عندهم ريزيستنت مريضة هايبرتنشن، الناس اللي عندهم هايبرتنشن سيفير هايبرتنشن عندهم ادفانس سي كي دي ودايبيتس، الناس اللي عندهم ادفانس وبوينج مور ذان 2.0 لتر بير داي، الناس اللي اسوشيتد سيرو فاسكولار ديزيز او سيرو كارديوفاسكولار ديزيز، لان دوت بيحصل فيه هايبر ديسكوسيتي في رمضان مع الهيدريشن فممكن تسبوز للسيرو فاسكولار كارديوفاسكولار ايفنتس، والناس اللي بتندع على الاولي فارمسي لو واحد اوريدي كنترول البلد بريشر بس على خمسه او فور انت هايبر تنسل انا مش هعرف اقول صوم، وخلي كل الادويه في التو تايم بوينتس اللي هو عم تختاروا صوم، فدول شود بي اكسبتد فور فاستنج. تاني ايلمنت اللي هو الكوري كين ديزيز، زي ما اتفقنا ان الكوري كين ديزيز حوالي 10% اوف جنرال بوبليشن are suffering from chronic kidney disease at different stages of trial and not so less than the advice against or with fasting are who at which CKD stage طبعا كلهم حضرتك aware بالstage of chronic kidney disease. أول استنتاج بالنسبة للمايل chronic kidney disease patient stage 1 و 2 و 3 ده استنتاج على 60 عيان بينت ان وانا بس برجع على مثال الدكتور حسين والدكتور هاني هايلايت اللي هي اتنشرت في الجامعه على 600 عيان، بالنسبه للشغل الاستايل دي كان الكات اوف بوينت بتاع الكلمنس بتاعها فوق ال 60 مللي بالمللي، يعني ماشيه مع الـ مع الـ مع الريزلتس بتاعت الاستايل دي، ان انا ستيج 1 2 و 3 فوق 60 مللي بالمللي كود سيفتي فاست مفيش فيها مشكله، وده اللي سبب برضه في الاستايل اللي اتنشرت على العالم الكبير. فمور ادفانس كيدني ديزيز في بروسبكتيف ستارت عمل على 65 عيان صاموا لمده سنه 3 سنين متوالين من 2015 2016 2017 على ستيج 4 5 ستيج 3 4 اند 5 والريزلتس كانت دينجرس اب مور ذان ثيرد اوف ذوز بيشنت هاد ورسن فانكشن، وده كان التعريف بتاعها ان هي بتزيد اكثر من نص ملي جرام بسليتر او بتزيد اكثر من 30% اوف البيزل سيرم كريتين عند البيشنت. فكان الكونكلوجن بتاع الاستاد دي ان اجينست فاستنج بالنسبه لادفانسد ستيجز اوف كيدني ديزيز. Another study highlighting the effect of hydration status and kidney function in CKD patients and the prospective recruited 31 عيان fasted and 26 عيان didn't fast بس executing stage 5 كانوا mainly concentrating على stage 2 and 4 2 3 and 4 والاستاذ دي تابعت العينين بمالتيبل تشيك بوينتس افتر فاستنج، وليه؟ لان كان في فعلا سيجنفكت تشينج على مستوى الالكترولايتس وعلى مستوى الـ
محدود عند 4 أسابيع، لكن سربرايزنج لما نكمله وطبعت العيين دول لقوا كل النيفكس دي دايلوتد وما عادش في فرق بين البيزل ريزلتس. فدول كونكلودد من الاستادي ان ايفن حتى الديهايدريشن كان بيحصل ده كان بين تمبرري فور 1 مانث بوست فاستنج، وان كان عيان سيفلي ممكن ايفن حتى لو حصل شويه ديهايدريشن بعد الفاستنج كان ممكن يكمل وعند 4 أسابيع كل الحاجات ترجع للبيزل تاني. دكتور محمد نصران من جامعة القاهرة conducted a very elegant study recruiting a relatively high number بالنسبة للستاديز دي كلها 131 عيان، وكان بيتشيك العيان 1 week before fasting وفي last week من رمضان 2 weeks and 4 weeks after fasting، ولقى ان في primarily increase في اول 7 أيام في رمضان في significant decrease in GFR significant increase in serum creatinine عند العيانين دول، بس بعد كده برضه ده بيختلف، يعني في اكتيفيتي نيجر بتحصل اول 7 أيام بعد كده بتتكبر، ولكن في لينك واضح مع اليوزج اوف فلاس بوكينج ال 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 الاس انهبيتورز والانجلينز والسيتو بلوكرز الاستخدام بتاعهم في بدايه رمضان بيبقى لينك سيجنفيكانت لينك بالديتيريشن اوف رينال فانكشن. الكونكلوجن بتاع السيكليبيشن fasting in advanced CKD stages carries some risks for deterioration. Stage 1 و 2 و 3 stable, stage 3 are permitted to fast. Deteriorating stage 3 and all stage 4 and 5 are advised against fasting. Risk factors بالنسبة للdeterioration of genes of kidney function are patients with cardiovascular disease, summer time for longer fasting time, or higher stage of CKD. طبعا لازم ناكد على الدايت كنترول في حالات السي كي دي عشان الالكترولايت ديستربنس، ولازم ناكد على الستريت فولو اب بالنسبه للالكترولايز والناس اللي هم فريكوينت فاستنج. ثالث حاجه الدايلسيس، طبعا احنا عارفين الدايلسيس في الريفن كان في مصر ان ابروشنج حوالي 50,000 بيشنت مفيش اكيوريت او كلير ستاتستكس، بس حوالي 50,000 بيشنت بيتم كيمو دايلسيس ايجنت، فده طبعا يعتبر يعني لايك ريسبكتبل سيكتور فروم العينين اللي بنشوفهم النفروجست، وده بيري ماس ستادي مالتي سنتر ستادي على 635 عيان، ثلثينهم فاستد بس كان معظمهم يانجر اللي قرروا هم يفاست رمضان، كان معظمهم يانجر اند مور برون تو ورك، عشان كده ده اثر شويه على بعض النتائج انما نوت سيجنفيكانت وما كانش دينجرس خالص. كان في انكريز للالبوم ليفل اند انكريز ده ناس ده انكريز فوسفورس ليفل and diastolic blood pressure في العينين اللي هم فاستد، لكن زي ما احنا قلنا العينين دول كانوا مور يانجر وكانوا مور برون ان هم اوت، فكان بيمس اوت اوف دايليسيس سيشن ديورنج رمضان بالذات، عشان كده كان في سلايت انكريز ان فوسفورس ليفل. اذروايز اول ذا لابوراتوري اند هيماتولوجي ورك اب ووز كومباربل بتوين تو جروبس. انا لو استدعي الكود 286 عيان وكانت السيم ده انا لاحظته في الاستاذ بالذات اللي كانت concerning the patient chronic kidney disease dialysis patient on in Ramadan لو لاحظتوا ان كان slight difference but كان في persistent increase in albumin عشان الدايتري هابس اللي كان بيحصل عنده الاحسن في رمضان، كان في persistent increase in albumin مصاب بهايبوفوسفاتيميا برضه ممكن التايب شيفت specific type of foods share in this electrolyte changes in the shabab. Generally most of the study 90% of the study confirmed the safety of fasting for dialysis patients. انا لازم بس احط طبعا عارفين ان الدايلسيس بيشنت والادفانسد سي دي بيشنت ار مور برون تو هايبركاليميا، وفي تيرم اسمه فاستنج اندوست هايبركاليميا، وده حاجه هايلايتد زمان، ده بيبر انتشر في الكيني انترناشونال سينس 1989 بتقول عن الديفرنت ميكانيزم اوف فاستنج اندوست هايبركاليميا، اللي احنا عارفينه طبعا الميتابوليك هيزوس الناس اللي على دايلسيس والسي كي دي الميتابوليك هيزوس والانكريست الدايت انتيك، but they also discussed the insulin deficiency which make the patients more prone to hyperkalemia and catecholamine deficiency which affects the shifting of the potassium between intracellular and extracellular spaces. Last study on dialysis recruited 35 عيان in the hottest month, July and August, and also again there is no difference except
between some increase in the body weight and increased albumin as we consistently see in the studies concerning viruses. But can في subgroup analysis in the study دي كان فيها بعض الناس included analysis كان diabetic كان لاحظوا إن في significant hypoglycemic attacks في الـ في الـ في الناس دول على analysis at day fast. أنا مش حاطط أصلاً الوقت عن البي دي، إحنا مش فيري فاميليا أو مش فيري كومن جديد، بس في السعودية كان في مايس بيبر قالت طبعاً البي دي مش هيتوافق جداً مع موضوع السياق عشان يبقى فيه فلوس داخلة وخارجة، لكن هم موديفايد في موديفايد سي بي دي اللي هو بيبدأوا السايكل بعد الإفطار على طول لغاية السحور، ولهم العيانين اللي بيستمروا في حاجة تانية اسمها كونتينوس سايكلينج بي دي اللي هو بيعمل سايكل مستمرة بالماشين أو يعمل ثلاثة سايكلز بالسي بي دي، فممكن لو موديفايد العين ستيبل لو موديفايد الاختيار ده على هذا الأساس ليهم كومبارابل أوت كوم بس فور سليت البيشنت مود فور أول بيشنت في امبروتونيال دايسيس. كلمة ترانسبلانتيشن طبعا احنا عارفين ان الفاستنج اكسيرس اميون ديلاتريك ده في ايفيدنت ان الكانسر ستارتس طبعا معروف ان الفاستنج حتى يمنع الوصول دائما ان الهيومن از كوايت بروتكتيف اجينست الكانسر اند ايفن هيلب ان ريكفري فروم سم كانسر وكانوا بيعرفوا الكلام ده للميون ديلاتريك افكت اللي بيعمله الفاستنج ان هو بيجيتل اوف ذا سيجوليتد سيلز والاولد سيلز اللي بتعمل حاجه زي الاوتوميون ديزيز فهو في بالنسبه للميونتي ات ذا اند از سم انكرجنج ريجوليشن اوف اميون سيلز. وهنا يعني بعض الحاجات اللي هي اوريدي ايفيدنس بيز ان هو بيقلل تي ان اف الفا بيقلل اي ام 6 وده برو انفلاماتوري الاي 1 بيتا ده برضه برو انفلاماتوري ملوش تاثير كبير على الميكروفاجس لكن بيقلل المايكروسايز سينسيز برضه هارمفول والكيموكاينز 12 اند 10. بالنسبه للترانسبلانتيشن اشهر وهي اشهر ترايل اتعملت انتشرت الترانسبلانتيشن في 2008 على 35 عيان ترانسبلانتد فاستد و33 ديدنت فاستد كنترول جروب فور 3 كونسيكوتيف رمضان من 2004 2005 و2006 وهم هنا هايلايتد المين دوز فور اول ذا يونس اوف ريشن دي نيدد ذا ورن وون ان ديفرنس بتوين تو جروبس اند هايلايتد دي جي اف ار والمين ارتيريال بلاد بريشرز والبروتينوريا ايه اللي دي بيرميتد سام بروتينوريا بيشن والبروتينوريا تو فاست ذير واز نو ديفرنس بتوين the two groups in this items and even more strangely they permit about seven patients to fast وما كانوش ما كانوش احنا عندنا بدايه بس لازم على الاقل يكمل سنه ونص ترانسبلانت ما كانوش كمل سنه بس مع كل دوت كان الاوت كم كومبارابل بين التو جروبس وكان كونكلودنج ان الفاست رمضان في الفوست بيشنتس ار سيف. Another study from Saudi Arabia, challenge study, they recruited the patient with low GFR. Transplanted patients can stable but with low GFR, low GFR, mild decreased GFR, 43 عيان against 37 عيان في الهوتست against Ramadan in the month of كتبوها في عنوان ده الهوتست month of the year وبرضه وجدوا non significant, non statistically significant change p value between the three groups. To conclude, how to deal with the kidney transplant patient in Ramadan, احنا عندنا حتى في المركز بنسمح للعيان اللي هو الفاست هو اكمل سنه بعد الترانسبلانتيشن بس لو حتى بيفكر بعد كده لازم اتليست اللاست يير يكون العيان فيري ستيبل السيرم كرياتين بتاعه اقل من 2 وكان قبل كده احنا مور سايد خلال الواحد ونص بس لغايه دلوقتي اقل من 2 نو ريسك ريجيشن او اكيوت تيوبر نيكروزس كلوز فولو اب وذ انكروسبريسيف ليفلز وكنترول بلاد بريشر اند دايبيتيك سيستم اوف ذا بيشنت. سايد ايشو بالنسبه للسكون طبعا هي سير كومن معاك بعد هيدريت في رمضان فالسكون ايلاند معاك بيبقى مور برون ان هو يكون ستونز ويكون حصوات في رمضان ده بالنسبه للسلاكس كلها اتس نوت ذات ايفيدنت اكسبت وان ستادي هايلايت انه ممكن يبقى سابيورتريك ستونز اعلى من الكنترول جروب انما اوفر اول نمبر اوف ستونز اند ميتابوليك ابسودز ووز كومبارابل بتوين تو جروبس فور ديفرنت ستادي. وفي هنا ميتا اناليسيس ميتا اناليسيس انلايزد 26 ستادي توتال اوف 1262 بيشنتس اند ذي كونكلود ذات ذير از نو
statistically significant increase in the formation of students. وده بالنسبة لي برضو انتوزيف لأن أنا مش هعمل عيال هيدريشن الشهر ده يقعد حصوايا الشهر ده. أنا ممكن لو السايز دي تو بي ويل ديزاين إن هو يأسس الموضوع ده بعد ثلاثة أو أربع شهور أو خمس شهور من رمضان وأنا عيال للفاستنج للفاست أو النون فاست. إنما إن أنا عيالي وأنا هيدريت إميديتلي فالكون ستون اللي هي بتاخد ويكس أور مانث تو بي فورم. فعشان كده معظم السايز دي كانت نيجاتيف ريجاردنج ذيس إيشو. انا ما حطيتش خطوات الاجنده بس انا بس هريفير للجايد لاينز اللي انتشرت من سنه 2017 للانترناشونال دايبيتس فيدريشن ان كولابوريشن ويز ذا دايبيتس اند رمضان انترناشونال الينس. وهم حاطين الجوريزم ظريف بيقسم العيان لفيري هاي ريسك هاي ريسك مودل ريسك اند لو ريسك جروب. وقالوا ان اللو ريسك والمودل ريسك ده بالميد تو فاست الهاي ريسك والفيري هاي ريسك شودنت فاست بس اف ذي ديد فاست ذي هاف تو follow up الراندوم بلاد شوجر very frequently per day. بس انما الكلير ريكومنديشن only permit mild and low risk group to moderate and mild risk group to fast and recommend against fasting for other high risk and very high risk group. Another review done by our colleague Dr. Yasser Matar, Dr. Hussein Sheikh, and Dr. Ayman Rifai and published in the last version of the Journal of Egyptian Society of Nephrology and Transplantation, which conclude the results who people who need to be prohibited from fasting. That list, like it can injure uncontrolled hypertension, generalized edema, polyuria, altered hormones, led to birthday, metabolic decompensation, deteriorating stage 3 CKD, stage 4 or higher CKD, recurrent stone vessel, dialysis patient, renal and liver function. Recipients who are treated with polypharmacy that cannot be distributed from down to dust, stable renal graft function during the first year of transplantation, and shortlist for the people who can be tested. In conclusion, بالنسبة للهايبرتنسيف patient, controlled hypertensive patient can safely fast with exclusion of uncontrolled and mild hypertension, those with CKD or diabetes, cardiovascular or cerebrovascular events. بالنسبة للCKD patient, in the other alone may assume will work full up strictly, stage 1, 2, and stable stage 3, put fast with precautions, but we should advise against fasting for deteriorating stage 3, stage 4, and 5. We should recommend against fasting. The hemodialysis patient can fast with close follow-up for electrolytes and weight. وهنتأكد أن لازم نتابع الفوسفورس والبوتاسيوم specifically. الهيمودياليز patient with cardiovascular disease اللي هم خايفين من الديهايدريشن والهايبر فيسكوستي واللي ممكن يحصل اي سيرفاسكولار ايفن وي شود ريكومند اجينست فاستنج. الستون بسر فريكونت ستون بسر ممكن لان عنده هيستوري ستون بسر ممكن اقول له ما تصومش لكن لو هيصوم لازم اريكومند او ستريس على الديهايدريشن. Lastly, this validated transplantation has been a stable graft for 1 year, some greater than less than 2, no near history of rejection of acute tubular necrosis, close follow-up during the after fasting. بالنسبة للإيميونوسوبريسور ليفلز, diabetic renal disease, احنا وانا هلكوا الليكس ريكومنتيشن فممكن نرجع لها ونعمل ريسك ستاتيفيكيشن زي ما قلنا الفيرو هاي ريسك وهاي ريسك شوتنج فاست واللو اند بوتر ريسك كان فاست وز فريكونت كنترول. Thank you. يسهر طول الليل وينام طول النهار.
يعني اذا هو اصر على الصيام. فانا اعتقد انه المسج كبير ان في نص، وفي نقطه عرضها الدكتور هاني والجمعيه المصريه المقاله اللي احنا عملناها وانتشرت في المجله، يا ريت تاخد بها كونسنسس ويبقى برضه ده اللي يشوف السايت التكنولوجي ريكومنديشن او سجشن. يعني ممكن نوزعها للناس اللي كل البورد بتاع الجمعيه والاساتذه المشاهير وكلهم يقولوا اراء ويبقى ده الكونسنس بتاع مصر بتاع اللي يشوف السايت التكنولوجي رجال ورجال الفصل. لان هي مش كويس. في النهايه بشكر الدكتور هاني، بشكر الدكتور هاني على اليوم ده وبسيبه بقى ايه ينهي وناخد الصوره من هنا. الصوره يا جماعه كنت اللي هيظهر في الصوره ده هياخد درجه زياده. اشكركم على الريزيستنس اللي جت في الاخر، وده علامه الرياضه والقوه. يعني احنا هناخد صوره جماعيه زي ما اتفقنا كل مره، وهنشوفكم ان شاء الله يوم الخميس زي ما اتفقنا 7 يونيو بالتريننجات الساعه 9 بالليل في نادي روما. تمام؟ و الخميس 7 يونيو.